كريم من نعم الله أن عرفنا به سبحانه وتعالى وعرفنا بجنته وناره. كم في الأرض من كبير وصغير ورجال ونساء لم يعرف الله ولا جنته ولا رسوله ولا أي شيء عنه، لأن الله لم يرد ذلك لهم. فإذا أنعم الله عليك بكل هذه النعم فإياك وأن تكفر. تقول أنا ما كفرت بنعمة الله، سبحان الله. أيجلس الواحد منا لم يصلي شهرا كاملا صلاة خاشعة لله خاضعة لجلال الله مستكينا الواحد منا لما يقف أمام الرب سبحانه وتعالى في علاه ثم يقول أنا شكرت ربي؟ كلا وربي والله ما شكرت. كيف قد شكرته وأنت ترى من نفسك أنك لم تطعه طاعة تليق به سبحانه وتعالى؟ ولذلك أيها الحبيب المبارك، أول ما تسعى لتربية نفسك أن تنظر في شكرها لربك.